السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج طبيب الأسرة. طبعا احنا عارفين ان الصيف داخل، وعشان الصيف داخل هنتكلم عن أمراض كتير بتصيب الأطفال في الصيف، وهتكلمنا أكتر عن الأمراض اللي بتصيب الأطفال في الصيف وازاي نقدر ان احنا نقي نفسنا منها وازاي نقدر ان احنا نعالجها. الدكتورة إيمان ضيف أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. وطبعا الصيف بيرتبط بالخروجات، والخروجات دايما ومصيف. للاسف بترتبط بالامراض. تمام. يبقى عشان الاطفال يعني ينكدوا كده على الاقل شويه. طب احنا دكتور عايزين نقسمهم، يعني الامراض مثلا اللي هي بتتعلق بالجلد، لان دي اكتر حاجه بتتعرض ليها الشمس جلد الطفل، فعايزين حضرتك تكلمين اكتر عن الامراض اللي هي بتصيب الجلد الاطفال. امراض الجلد في الاطفال طبعا هو اكتر حاجه، طبعا خروجات بالنسبه للاطفال اللي هي المصايف والتعرض للشمس والخروج في الاماكن المفتوحه. في احنا بنقول دايما فكره الامراض الصيف ان هي حاجه ممكن ان احنا نقيها، يعني احنا مش بنعالجها بس، انا اساسي ان انا مش بعالج الامراض بتاعه الصيف، انا كمان اهم حاجه ان انا اقي طفلي منها ان هي ما تجيلوش. ومعظمها حاجات امراض وقائيه ان انا ممكن اقيها. ومنقيها بحاجات سهله جدا زي اللايف ستايل، اسلوب حياه، بغير اسلوب حياتي مع الطفل بلاقي ان معظم الاطفال معظم الامراض الحمد لله انا تجنبتها. تمام. بالنسبه لاشعه الشمس والصيف طبعا الطفل بيتعرض لاشعه شمس كتير جدا، ممكن في رولز او قواعد معينه ان انا احمي بيها الطفل. اولا الطفل تحت سن 6 شهور المفروض ما يتعرضش للشمس خالص، ده كلام ال WHO منظمه الصحه العالميه. ليه؟ لان صبغه الميلانين وهي الصبغه المسؤوله عن تصبغ الجسم باللون الغامق وقت الشمس بتبقى نوت ديفلوبد، يعني مش ما حصلهاش نمو قوي، فده ممكن يعرض الطفل ان يحصل بعد الشر في المستقبل سرطانات. بس دكتور احنا بنسمع يعني يقول لك ايه مثلا الطفل الصغير ده حاول تقعده في الشمس اللي هي الصبح لحد الساعه 10 مثلا، ده بيقوي مثلا العظام عنده والكلام ده والحاجات دي. كلام طب حضرتك الكلام كده مختلف شويه، مش قبل 6 شهور ده بيقولوا هو لسه من اول يوم. لا 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 لا، عشان كده اساسا المفروض ان في دبليو اتش او برده نصحت ان احنا بندي فيتامين د الغير نشط من عمر يوم للطفل لحد العمر ده، لانه ما بيقدرش يتعرض للشمس في العمر ده. يعني مفيش وقت معين قبل الست شهور ان احنا نعرض الطفل للشمس؟ يفضل لا طبعا، حتى لو اضطرينا ان احنا نعرضه زي ما هنقول هنعمل انستراكشنز معينه كده. تمام. ان الطفل ده ما يتعرضش من 11 الصبح لحد الساعه 4 العصر. انه كمان مش هنحط له سان بلوك او حمايه للشمس، كريمات حمايه الشمس، لان برضو هيئه التغذيه والادويه الامريكيه قالت برضو ان جلد الطفل رقيق فممكن يمتص كميه كبيره من مواد الكيميكالز اللي موجوده في الصن بلوك ده، فممكن يحصل له تسمم بيها. وساعات يقول برضو التقوس الرجلين برضو لازم ان احنا نعرضه للشمس برضو عشان الموضوع. ما احنا بنعرض الطفل ليه؟ مبدئيا نتفق ان احنا بنديله فيتامين د. تمام. فيتامين د الغير نشط اللي هو كده كده موجود عندنا تحت الجلد وبيتحول للشمس الفيتامين د النشط. طيب الطفل اللي مش بياخد فيتامين د بنديله فيتامين د الغير نشط اللي هو مش بيقدر ياخده عن طريق الشمس قبل العمر ده. ليه؟ لان قلنا ان صبغه الميلانين مش حصل لها نمو كويس قبل العمر ده، وده كلام المنظمات المسؤوله، فما ينفعش ان احنا نعرضه في الفتره دي. تمام. وكمان ما ينفعش ان احنا لما نعرضه للشمس في العمر ده نحط له واقي شمس. اوكي، بنحاول على قد ما نقدر لو حطينا بنحط على ايده ووشه بس عشان ما نحطش مساحه جلد كبيره، والطفل ده بيبقى لابس هدوم قطنيه لونها فاتح وبنلبسه طاقيه. يعني في رولز معينه لازم نمشي عليها. تمام. طيب لو جينا بقى دكتور نتكلم عن الامراض اللي هي زي ضربه الشمس وحمى النيل والامراض دي، يعني عايزين نعرف مثلا نبدا بضربه الشمس الاول، يعني ايه اسبابها؟ يعني تيجي اصلا ليه؟ يعني بسبب تعرض الشمس بس ولا بسبب حاجه تانية؟ هي بسبب التعرض للشمس بس. دي حاجه اعلى شويه من حروق الشمس. احنا نكمل كلامنا عن حروق الشمس. تمام. ايه قلنا يعني هي ضربه الشمس غير حروق الشمس؟ غير حروق الشمس. تمام. اولا حروق الشمس قلنا ان الطفل بيتعرض للمصيف وبيتعرض ان هو يتحط في درجه حراره عاليه وان الشمس تبقى مباشره عليه. تمام.
قلنا الطفل اللي تحت 6 شهور مش هنقدر نعرضه للشمس على قد ما نقدر، ومش هنقدر كمان نحط له الصن بلوك اللي هو كريم حمايه الشمس. تمام. طيب الطفل الاكبر شويه نحاول ان احنا طبعا لازم اساسي ان احنا نحط له كريم واقي شمس. تمام. وكريم الواقي الشمس ده ليه رولز، بمعنى ان في حاجه اسمها معامل الحمايه، في حاجات مخصوصه للاطفال. ليه مخصوصه للاطفال؟ لان في حاجه اسمها معامل الحمايه. ايه هو معامل الحمايه؟ الاس بي اف، معامل الحمايه من الشمس. ده حاجه مثلا بتبقى ارقام زي 30 50. ده معناه ايه؟ معناه ان الحروق اللي ممكن تحصل للجلد بعد 5 دقائق من التعرض للشمس انا بزودها 30 مره حمايه، اللي هي معامل حمايه 30. يعني بدل ما يتحرق بعد 5 دقائق او 10 دقائق، لا بعد 30 مره، في رينج ساعتين. يبقى معنى كده اقل حاجه للسان بلوك او معامل حمايه السان بلوك اللي بستخدمه للاطفال ساعتين؟ يكون 30. يكون 30. وكمان بحط كل ساعتين، لان ال 30 ده هيديني حمايه ساعتين. طيب انا يعني حمايه 3 ساعات. يعني انا مثلا ابص عليه في الصيدليه وانا بشتريه، ولا اقول اللي انا هشتري منه ده انا عايزه لطفل عنده كذا؟ في نوع للاطفال، في انواع بتبقى مخصوصه للاطفال، وفي انواع انا لازم اخد بالي منها كمان من حاجات تانية غير معامل الحمايه. ده جزء ان انا قلت معامل حمايه. زي ايه؟ انا بحاول ان انا اقلل الكيميكالز. احنا قلنا ان احنا بنحط على مساحه كبيره جدا حاجات طبيعيه من الجلد، فبحاول ان انا اقلل الكيميكالز او المواد الكيميائيه اللي في الصن بلوك. ان احط ادور على ايه؟ ادور على حاجه اسمها الزنك اوكسيد. الزنك اوكسيد دي حاجه طبيعيه وبتدي وقايه من الشمس اكبر فتره ممكنه. لازم برضو ان الزنك اوكسيد نسبته ما تقلش عن 10%. تمام. بالنسبه للاطفال يبقى اس بي اف ما يقلش عن، او معامل حمايه ما يقلش عن 30، و زنك اوكسيد ما يقلش عن 10% من المركب. طيب. تمام. في حاجات طبيعيه، نفترض ان انا خلاص يعني رحت يعني وصلت عند الشمس ما كانش معايا الصن بلوك، في حاجات طبيعيه جميله جدا بنحمي بيها الاطفال، زي الحاجات دي كانت موجوده من ايام الفراعنه، زيت السمسم، زيت السمسم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون. عيوبهم ايه؟ عيوبهم ان معامل الحمايه اللي فيهم اقل شويه. يعني مثلا معامل الحمايه ممكن يقعد قد ايه مثلا؟ 8. 8 دي يعني بيدي حمايه للطفل 8 مرات. 8 مرات 30؟ كل شويه لازم ادهن جسمه. طيب فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين مع الدكتور ايمن ضيف وبنتكلم عن امراض الصيف. دكتور حضرتك كنا بنتكلم في الحروق، حضرتك كنت قلتي ان في الوقايه، حضرتك كنت قلتي ان هما درجتين الحروق. تمام نكمل. طيب احنا بنقول ازاي نتفاداها، قلنا ان احنا هنحط الكريمات، والكريمات دي نحاول برضو نحطها قبل ما الطفل يتعرض للشمس بنص ساعه. تمام. عشان يحصل لها تشرب كويس، وان احنا بنعيدها على حسب معامل حمايه من كل ساعتين لكل 3 ساعات. ولو الطفل في الميه المفروض ان هي بتدي حمايه 40 دقيقه. تمام. عشان ما نتخيلش يعني ان الطفل خلاص حاطط واقي شمس فهو كده مش هيتحرق. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني ممكن برضو يكون حاطط واقي شمس ويتحرق برضو. طب ايه السبب؟ ما السبب ان احنا قلنا ان معامل الحمايه ده بيدي وقت قد ايه؟ يعني انا بقى اخلي الام تخلي بالها من الوقت، من معامل الحمايه اللي هي حاطه. ان هو سواء 8 او 30 كل قد ايه. تمام. اوكي. طيب في ممكن كمان اطفال بتبقى موجوده تحت الشمسيه ويحصل لها حروق من الشمس. ازاي؟ ليه؟ لان ببساطه ان المفروض ان اشعه الشمس بتنعكس على الميه او بتنعكس على الرمله، وبعد كده بتنعكس تاني على جسم الطفل. فمش معنى ان هو تحت الشمسيه او تحت ظل ان هو كده محمي تماما من الشمس. برده نحاول ان احنا نغطي الطفل ده ونحط له الصن بلوك، وان احنا نكون ملبسينه برده طاقيه حتى لو هو تحت الشمسيه. تمام. طب احنا جالنا سؤال على صفحه الفيس، حد بيقول ان هو عنده طفل بيبقى جوه البيت والدنيا برده بتبقى حر، وبرده بيحصل له حاجات في الجلد. جميل. ده اللي هو ايه بقى؟ امراض الجلد بقى بالنسبه للبيت طبعا. دي طبعا قلنا برضو هي لايف ستايل او اسلوب حياه. هنغير اسلوب حياه. مشكلتنا في الصيف ان احنا دايما خايفين على الاطفال. فنلاقي الاطفال عرقانه ومع ذلك ملبسينها لبس كتير جوه البيت، بالذات لو كانت اطفال لسه مولوده لبس كتير. الطفل مش لابس مثلا ملابس قطنيه، المفروض ان الملابس القطنيه بتشرب العرق، او ان الجو مليان رطوبه ما فيش مروحه، خايفين نشغل المروحه الطفل يعيا، خايفين نشغل التكييف الطفل يعيا. طب هي درجه الحراره اللي بتبقى في البيت بتبقى هي برضو نفس خطوره التعرض للشمس؟ لا طبعا. لا بتختلف. لا دي طبعا دي حاجه ودي حاجه. اوكي. ايه مشكلتنا ايه في البيت؟ مشكلتنا حاجتين، ارتفاع درجه حراره مع عرق ورطوبه. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل انسداد في الغدد الدهنيه. ايه هو انسداد الغدد الدهنيه ده؟ سويت ريش او الحمو النيل. اللي هو اعراضه بقى بتبقى ايه؟ حمو النيل ده عباره عن حبوبه عامله زي الدبابيس، وبتشب، والطفل بيهرش فيها بتبقى مضايقاه. بتبقى موجوده في الاماكن اللي مليانه عرق قوي زي الرقبه وتحت الباط وظهر الطفل.
علاجها طبعا او الوقايه منها سهل جدا، ان الطفل ده لازم يكون في مكان متجدد التهويه، يكون في مروحه او تكييف، بس طبعا مش مباشر، يعني الهواء بتاع المروحه او هواء التكييف مش مباشر دايركت على الطفل. ان احنا الطفل ده يستحمى كتير، وطبعا يستحمى بدون برضو كيميكالز، بدون صابون او شامبو او حاجات كيميائيه. في حاجات للاطفال ممكن نستخدمها؟ احسن حاجه للاطفال وللكبار صابونه الجليسرين، ما بيبقاش فيها اي مواد كيميائيه بصرف النظر عن يعني نوعها ايه، بس هي حاجه من غير اي، وكمان بتنظف، يعني مش محتاجه ان انا استخدم حاجات عاليه جدا عشان انظف، بالعكس هي هتنظف الطفل وهتقلل من حساسيه الجلد بتاع الطفل. يبقى الطفل ده يستحمى. طب ياخد علاج الاول ايه عشان بعد كده نبقى نعمل مع الحاجات دي؟ الاول علاج معين، وقايه بقى على حسب العلاج، على حسب بقى اضراره. يعني دلوقتي انا دلوقتي هعمل وقايه وهحمي الطفل وهنشفه، التنشيف اهم من الحمى. يعني انا لو حميته والولد برضو يعني مليان ميه، برضو نفس الفكره، انا كده برضو نفس المشكله، ان انا عندي رطوبه ودي هتعمل انسداد في الغدد الدهنيه. انا عايز انشف الطفل ده كويس، الطفل ده يلبس ملابس قطنيه عشان تشرب العرق. طيب اعالجه ازاي؟ اعالجه على حسب الحاله. والله حمونيل بس ممكن، يعني اديله حاجات ملطفه للبشره، كريمات ملطفه او حاجات اللي فيها زنك اوسايد اللي هي يعني ضد الحبوب دي. طيب الحبوب دي احيانا الطفل بيهرش فيها فبيحصل لها زي تحول دمامل او بيحصل لها التهاب بكتيري، ساعتها احط كريمات مثلا مضادات حيويه. احيانا بتصل لدرجه التسلخات وان يتشال طبقه كامله من الجلد، خصوصا لو الطفل ده مش لابس ملابس قطنيه مع الاحتكاك بالجلد، فساعتها احط كريمات للحروق، يعني انها ممكن توصل لدرجه الحروق. طب انا ممكن، في ناس بتحط بودره تلك والكلام ده، ممنوع. ممنوع. انا كده بعمل اوحش من الرطوبه، انا عندي رطوبه بتسد المسام الدهنيه. طب انا لما احط بودره تلك، اولا انا هسد المسام الدهنيه، ثانيا دي ممنوعه من دبليو اتش او تماما، لان يعني واضح ان فيها مسببات سرطانيه. ثالثا ممنوعه على الاطفال لان بيحصل استنشاق ليها ويحصل ازمه او ربو او في ناس كتير حساسية. بتستخدمها في التسلخات، ممنوعه تماما، ممنوعه لثلاث اسباب دي. اولا هتسد المسام، الطفل هيستنشقها يحصل منها ربو، ثانيا غلط، يعني فيها يعني ثبت ان فيها نسبه مواد مسرطنه. تمام. طيب في امراض تانية بتحصل برضو في الصيف للاطفال في الجلد زي الخراج، ده الخراج ده بيبقى سببه ايه وبتبقى اعراضه ايه؟ طبعا هو الكلمة السحرية طبعا للوقاية من امراض الصيف هي النظافة. الخراج ده اساسا سببه اي حبوب مثلا زي حمو النيل، زي حروق حصلت في الجلد. يعني ممكن حمو النيل والحروق اللي اتكلمنا عنهم قبل كده هم يسببوا الخراج؟ يسببوا، لان ده التهاب بكتيري حصل على جلد مجروح. انا الجلد ده بيحمي جسمي من ملايين من البكتيريا الموجوده عليه. طب الجلد ده لو اتجرح او اتعور يبتدي البكتيريا دي تاثر في الطفل، خصوصا ان الاطفال مناعتها مش زي الكبار، اطفال جهازها المناعي مش مكتمل مش كامل. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان يحصل التهاب بكتيري للحبوب دي، فيحصل الدمامل او الخراريج. طبعا لازم النظافه المستمره، ضوافر الطفل دي تتقص تماما عشان ما تحملش جروح، وعشان ما يقعدش يهرش برضه كتير. غسيل الايد او البول، وطبعا على حسب الحاله، يا اما كريمات مضادات حيويه موضعيه، يا اما لو الحاله شديده بتوصل لدرجه مضادات حيويه عن طريق البول. طيب في بقى التانيه الملونه دي برضه، دي بتبقى اعراضها ايه واسبابها ايه؟ التانيه الملونه برضه هي حاجه برضه من الجلد، سببها الرطوبه، الطفل عنده رطوبه بتختلف شوية ومعها هرش، بتختلف طبعا خالص عن الحمو النيل، لأنها عبارة عن دوائر ملونة بتبقى فاتحة من جوه ولونها وردي بني على وردي كده من بره، بيحصل فيها هرش. مشكلتها حاجتين، إنها معدية الطفل ممكن يعدي نفسه بيها، المشكلة التانية إنها مزعجة جدا وبتاخد وقت طويل في العلاج. علاجها ببساطة طبعا الوقاية منها، اللي هي التنشيف وتهوية الطفل كويس ولبس الملابس القطنية، وإن احنا ممكن نحط كريمات مضادات فطريات موضعية للطفل، ونحاول ان احنا نتجنب برضو المضادات الحيوية كتير، لان دي بتقلل من مناعة الطفل فبتظهر حاجات زي كده. طيب تمام. في برضو يا دكتور سؤال تاني برضو جاء على صفحتنا، على صفحة الفيسبوك، في ام بتقول طفلها عنده 10 شهور وبيطلع له حبوب بتبقى مليانة مية، معبية مية فيها مية، ده ايه ده؟ وهي اصلا مش عارفه ايه ده. طيب دي لو اول مره تطلع، طبعا دي اهم حاجه من امراض الربيع الفتره السابقه دي. طبعا حبوب مع حراره، انا عندي سلسله كده من الامراض مهمه جدا، الامراض الجلديه اللي هي ايه اهمها لو معبيه ميه، ان دي حاجه اسمها الجدير المائي. الجدير المائي، الجديري المائي، الجدير المائي ده لازم يكون فيه معاه حراره. ده اسبابه ايه طيب يا دكتور؟ الجدير المائي ده فيروس، فيروس حصل عن طريق العدوى، طفل اتعدى
من طفل تاني اتعدى من اي تجمع. طريقة العدوى ازاي طيب؟ طريقة العدوى الرشح، العطس، استخدام مواد الطفل نفسه، يعني طفل لعب باللعبة دي، طفل تاني خدها حط ايده ببقه، زي الالتهابات الفيروسية كلها، زي تمام. كل الامراض الفيروسية، الرشح، العطس، استخدام ادوات الطفل المصاب. طيب علاجه بقى بيبقى ازاي؟ مشكلته طبعا انه في العدوى يعني يعني بينتشر بشكل رهيب. علاجه سهل، بس خطورته ان الطفل ده بيبقى خطر جدا على الحوامل، وخطر جدا على الاطفال الرضع لسه مولودين، لان قلنا العدوى عليه. اهم حاجه طبعا ان الام تعزل الطفل ده تماما لمده اسبوعين، وبنقول للام لحد اخر قشره ما تقع، لحد اخر قشره في الطفل تقع. علاجه طبعا علاج سبورتيف، يعني بندي للطفل حاجات لحد ما يخف لوحده. يعني هو ملوش علاج اصلا، يعني مفيش علاج بيخففه اصلا. في حاجات بتخفف الطفل بس، من يعني في مضادات فيروسيه بس بنخليها للحالات الشديده او الحالات الحرجه، لان معظم الاطفال يعني بيخفوا بسرعه. مشكلته طبعا في الهرش، نحاول ان احنا نقص ضوافر الطفل، ضوافر الطفل عشان ما يهرش، عشان بيحصل بعديه علامات مستديمه لو الطفل هرش فيها. الحبوب بنديله حاجه طبعا ضد الهرش، سواء موضعيه او عن طريق البق، مضادات الهستامين عشان الطفل ده ما يهرش. وبنحاول طبعا ان احنا نقلل من فرك الحاجات دي، لان الفرك في المكان ده بينقل الميكروب ده من مكان لمكان تاني. تمام. اوكي، زي الحمى مثلا، ام لما تيجي تحمي الطفل، طبعا الحمى مش ممنوع، بس بشرط ان احنا لما نحميه ما نتعكش جسم الطفل رايح جاي بالراحه كده، ميه وصابون خفيف، وننشف واحده واحده، حبايه حبايه. حتى الكريمات لما بنحطها بنحطها على حبايه حبايه. طيب يعني نحميه كم مره يا دكتور؟ ولو في مثلا ليه اخ مثلا في نفس السن او حاجه في نفس البيت، ايه العمل؟ بتبقى برضو موضوع صعب جدا برضو. والله مش صعب ولا حاجه، احنا بنعزل الطفل طبعا. الاهم حاجه في الوقايه طبعا، دي امراض برضو يعني الام وقاية مثلا ممكن لو لمست الطفل اللي فيه اللي هو المريض ولمست الطفل التاني ممكن يتنقل له العدوى؟ ممكن يتنقل له، بس ببساطه شديده جدا، الام لو غسلت ايديها ما بين الطفل خلاص. ده والطفل ده خلاص. لو الطفل تمام. ده بعد عن الطفل ده مش بيحصل حاجه. طيب يبقى نحميه كم مره في الاسبوع؟ لا هي ملهاش كام مره، على حسب، على حسب. بس المهم ان انا وانا بحمي الطفل ده ما انشرش العدوى للطفل ازاي نفسه. بقى؟ يعني الليفه اللي الطفل بيستحمى بيها او السفنجه اللي الطفل بيستحمى بيها خلاص بتترمي بعدها، بعد مره واحده. يعني بنحميه بميه وصابون، ويا ريت طبعا صابون جليسرين، ممنوع المطهرات الشديده، وممنوع الصابون الكيميكالز الكتير، وبدون ليفه برضه. اوكي، من دون. ممكن. طيب الفوطه اللي الطفل برضه بينشف بيها، قلنا ان الطفل بينشف يعني مثلا حبوب واحده واحده. يعني مش بنشف رايح جاي، انشر الموضوع. اوكي طيب، وما يجيش مثلا على المكان اللي هو ما فيهوش الحاجات، خلاص الفوطه اللي تنشف بيها خلاص دي لازم تتطهر، تتعقم، تتغلي. تمام. طب هندخل يا دكتور بقى عشان وقت حلقتنا عن بقيت، بس السؤال الام. طيب ده بالنسبه لو جات له لاول مره. طب لو حاجه متكرره بيحصل برضو حاجه تانية اسمها ممكن حساسيه حشريه، ممكن تكون تيجي مره واحده، ممكن تكون تيجي وتروح تاني. لا، الجدير المائي بيجي مره واحده بس وبيدي مناعه مدى الحياه، ممكن يجي بعد عمر كبير جدا في الناس الكبيره، بيبقى حاجه اسمها الحزام الناري، ده خلاص ده الجدير المائي. في حاجة تانية شبه الجدير المائي الناس بتتلخبط فيها، دي حاجة اسمها حساسية حشرية. حساسية حشرية فرق كبير جدا ما بينها وبين الجدير المائي. وجه التشابه الوحيد الحبوب اللي فيها مية. طبعا الحبوب اللي فيها مية بالنسبة للحساسية الحشرية، يعني حشرة لدغت الطفل او حتى التراب مش نضيف او حاجة ممكن يعمل كده. طبعا بتبقى في اماكن الايد، الرجل، الحتت اللي باينة. ثانيا بتبقى جامدة، شكلها جامد، طبعا الطبيب بيفرقها بسهولة جدا. دي طبعا مش معدية خالص، وعلاجها نفس العلاج، حاجات موضعيه للهرش وانتي هيستامين. طيب تمام، هندخل بقى على حاجه تانية برضو مهمه جدا برضو، الامراض الصيف. ايه امراض الجهاز الهضمي؟ ايه بقى امراض الجهاز الهضمي اللي هي ممكن تصيب الطفل في فصل الصيف؟ تمام، هو مهم جدا طبعا، ان يعني معظم حالات العياده دلوقتي واللي بنشوفهم دلوقتي هي امراض الجهاز الهضمي، وهي النزلات المعويه ببساطه شديده جدا. تمام. وطبعا زي ما قلنا ان سهل جدا الوقايه منها. يعني انا لما عندي مرض اقدر اقي نفسي منه، فده شيء جميل. ليه بالذات في الصيف؟ اولا ارتفاع درجه الحراره بيخلي الاكل يفسد بسرعه. الحشرات دي من اهم عوامل نقل الامراض. طب ندخل على اسبابها في الاول ونتكلم في الوقايه بتاعتها. مثلا بعدين اسباب النزلات المعويه. اسباب النزلات المعويه على حسب طبعا سن الطفل، على حسب عمره، وعلى حسب على حسب الفئه العمريه، يعني على حسب اعراضها. يعني مثلا اعراضها الاساسيه بتبقى قيء، الطفل بيرجع كتير، اسهال، ممكن اسهال ده يكون مائي او كتير جدا وبيبقى درجات. واحيانا الطفل ده طبعا لان السيرفيس اريا بتاعته صغيره، الطفل ده
معظم جسمه بيتكون من ميه، فلو حصل اسهال وترجيع شديد ممكن الطفل ده يدخل في جفاف. طيب الفئه العمريه اللي هي بتصيبها اكتر ايه؟ هي بتصيب كل الفئات العمريه، بس في الاكثر انتشارا في طفل مثلا بيرضع رضاعه طبيعيه مش بياكل اكل من بره، يعني انا مش شك ان الطفل ده يكون مثلا جاله ميكروب. يعني بيرضع رضاعه طبيعيه وبس، ده بيبقى فيروس اسمه فيروس الروتا. فيروس الروتا ايه مشكلته؟ مشكله كبيره جدا، لانه يعني 50% او اكتر من حالات الوفاه في الاطفال بتبقى سببها فيروس الروتا. وملوش علاج، عباره عن علاجه كله ان انا بعوض الطفل بسوائل. عباره عن يعني بيروح لوحده واسهال مائي، بيروح لوحده الطفل بيخف منه، بس بشرط تعويض الطفل الجيد بالسوائل. قيء اساسا واسهال مائي، اسهال كتير جدا. بحاول ان انا اعوض الطفل ده بمحلول معالجه الجفاف واعوضه برضاعه كتير، طبعا ما بمنعش الرضاعه الطبيعيه. طب يعني في مرحله الرضاعه نعمل ايه؟ نكمل الرضاعه؟ ما بمنعش الرضاعه الطبيعيه طبعا، ده لازم رضاعه اساسي، ولو اكبر شويه بياخد سوائل لازم ياخد السوائل. تفضل طبعا ان احنا نوقف الصناعي ونكمل برضاعه طبيعيه. لا لو هو اصلا بيرضع صناعي بس بديله حاجات معينه تساعده ان هو، يعني مركبات معينه من اللبن بتساعده ان هو ما يبقاش عنده اسهال كتير. زي ايه؟ المركبات ال اف او اللاكتوز فري اللي ما فيهاش لاكتوز. ليه؟ اللبن ببساطه، وده اللي عايزين نفرقه برده من الروتا، يعني في حاجات في مشاكل هضميه بتبقى عند الاطفال. الطفل اللي بيجي له اسهال طبعا بنفرقه ازاي من الطفل اللي عنده لاكتوز انتولرنس او عدم قابليه لهضم سكر اللاكتوز. الطفل اللي عنده اسهال ده طفل بيبقى عنده مغص، وزنه بيقل، نفسه مسدوده، بيبان عليه يعني طفل تعبان. في بعد فتره الاسهال احيانا نلاقي الام بتشتكي ان الاسهال ده مطول مع الطفل، بس بيكمل. في نفس الوقت الطفل بيلعب، بيجري، بياكل كويس، ما بيخسش. الطفل ده ما بيبقاش عنده اسهال، بيبقى حالته يعني العامه كويسه. الطفل ده بيبقى جات له حاجه اسمها عدم قابليه لهضم سكر اللاكتوز. بنعمل له ايه؟ بنديله مركبات من غير سكر اللاكتوز، لبن خالي لاكتوز. طب لو كبير وما بدلوش رضعات، بمنع منتجات الالبان عنه فتره، لان هي منتجات الالبان عباره عن بروتين وسكر لاكتوز، علشان نريح من الاخر معدته شويه. وبعد كده يرجع لها تاني. ده احنا نرجع تاني، كنا بنتكلم عن الروتا، وقلنا الروتا يعني برضو الوقايه منها عن طريق التطعيم. للاسف التطعيم في مصر هنا مش اجباري، بمعنى ان الام بتروح. طيب لو في ام عايزه تطعم مثلا طفلها تعمل ايه؟ بتتجه طبعا لاي مكان ممكن تطعم فيه الطفل، مثلا عياده خاصه، مثلا عياده خاصه او المصل واللقاح، وده المكان المختص مثلا. وبتدي للطفل ده التطعيم. التطعيم عباره عن تطعيم فموي بالبق لثلاث جرعات او جرعتين، الاثنين بيدوا نفس الوقايه، ما فيهمش اي مشكله. التطعيم قلنا للاسف هو اختياري، ولكن هو مش اختياري، هو المفروض ياخده. في الدول التانية بيبقى إجباري، ونتمنى طبعا إن عندنا إن شاء الله ينضم نظرا لأهميته للتطعيمات الإجبارية. التطعيم ده فموي، فالأم تاخد بالها من شوية حاجات، إن لما تيجي تنظف الطفل ده أو تغسل الطفل ده أو تشطفه، تغسل إيديها كويس جدا، لأنها ممكن تنقل الميكروب ده عن طريق البراز، لأنه بيتنقل عن طريق البراز أو الرشح أو العطس، هو فيرال بيتنقل بطريقتين. طيب لو دخلنا بقى نتكلم عن اللي هو النزله المعويه اللي هي غير الروتا بقى، إيه علاجها؟ بيبقى ازاي علاجها؟ برضو على حسب سبب. انا عندي نزله معويه يا اما فيروسيه يا اما بكتيريه يا اما حاجه تانية خالص. نعرف الفرق ازاي؟ والله لو الطفل ده البراز بتاعه بيبقى فيه دم، ده حاجه من الاثنين، يا اما ديزنتريا اميبيه يا اما حاجه بكتيريه، وخصوصا الشيجيلا والسالمونيلا. ودي بتجي عن طريق البيض الفاسد او البيض اللي مش مستوي كويس، عشان كده تسويه الاكل في الصيف بالذات كويس مهمه جدا. اختيار الاكل الطازه مهم جدا. طيب الطفل ده نعالجه ازاي؟ لازم نشخصه الاول، لان العلاجين مختلفين تماما. الطفل ده بيتعمل له تحليل براز، والله لو اميبا بياخد مضاد للاميبا زي الفلاجيل مثلا، ولو بكتيريه بنعمل كلتشر، ستول كلتشر اللي هي مزرعه براز، وبندي مضاد حيوي لمده معينه. طيب عشان بقى وقت حلقتنا خلاص يعني انتهى، الوقايه بقى سريعا من النزلات المعويه. الوقايه من النزلات المعويه طبعا قلنا الكي بتاعنا او المفتاح بتاعنا هو النظافه الشخصيه، بمعنى ان الطفل لازم يتعود ان هو يغسل ايده قبل الاكل، يقص ضوافره، طبعا لازم غسيل الخضار والاكل كويس جدا، لازم طهي الاكل كويس جدا، نمنع خالص الاكل بره طبعا، الاكل المكشوف
الدبانه، يعني لقوا ان الدبانه الصغننه دي بتشيل ملايين من الميكروبات، طبعا ملايين مش الاف، ملايين. فالاكل طبعا بره والجانك فود والحاجات دي كلها نحاول ان احنا نبعد عنها خالص في الصيف، يا ريت نمنعها تماما. ده غير طبعا اساسي النظافه. تمام طبعا دكتور، للاسف وقت حلقتنا انتهى، وفي نهايه حلقتنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره ايمان ضيف اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده جامعه القاهره، شرفتينا يا دكتور. اهلا وسهلا. وفي نهايه حلقتنا نشكركم مشاهدينا الكرام وعلى بعض بلقاء اخر وحلقه جديده وبرنامج طبيب الاسره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.